الأستاذ بسام الشماع. أهلا بيك أستاذ بسام، صباح الخير. صباح النور. أنا الآن متوجه الحقيقة للمتحف المصري، فيعني زيارة هذا المتحف يا جماعة في التحرير يعني بجد هتبقى زيارة ممتعة حتى للي شافه قبل كده. نعم. ليه بقى؟ أيوه. لأن وزارة الآثار بقالها كام شهر بتعمل حاجة اسمها النيو سيناريو أو السيناريو الجديد. نعم. السيناريو الجديد ده بيبقى سيناريو عرض جديد يتم تحريك فيه بعض الآثار لكي تتبوأ مكان أحسن. ومن ضمن الأمثلة ده إن أنتم لو رحتوا دلوقتي هتخشوا من المدخل، والمدخل هيبقى بالنسبة لكم شوية مختلف، فاللي راح ممكن يروح تاني. مثلا ناخدوا مثال، تمثال الملك جسر، والجسر هذا هو الذي نسميه الآن نحن جوزر، لكن هو في التسمية الهيروغليفية جسر، يعني هو علشان إيه ننطق اسمه الهيروغليفي مظبوط يبقى جسر. وفي بقى بعد كده اتسمى جوزر، ولكن كما قلنا من قبل وبرضه نكرر برضه للسادة المتلقيين علشان برضه دي مهمة، المصري القديم ما اخترعش وما ابتكرش. ايوه. زيت والزين وكده. امامي الان مجموعه من السائحين رجع تاني المنظر الجميل بتاع السياح امام مدخل المتحف. نعم. ومنظر جميل كده يشرح القلب، والعربيات السياحه بتتوافد واوتوبيسات السياحه قدامها اهي مع المرشدين المصريين اللي هم بمثابه كلهم محاضرين، يعني الواحد شاف مرشدين كتير او لف بلاد العالم في بعض البلاد، لا المرشد المصري بيتميز بان هو محاضر الحقيقه مش مرشد بس. نعم. كنا بنتكلم على حضرتك كنت بتتكلم على ان اللي هيذهب الى زياره المتحف المصري هيجد ان هو متغير تماما. بالظبط يا فندم، هو في سيناريو عرض جديد، هذا السيناريو هيخليك تشوف المتحف بطريقة مختلفة. في بعض التحركات من ضمن التحركات ديت، أو خليني أقول لك إن هي التحرك الأجمل بالنسبة لي، إن هناك أثر كان هام جدا، هذا الأثر الهام جدا كان في لوحة توم الحصن المهمة، وكلمنا قبل كده عليها عندكم، وهي اللوحة التي تدشن لأول مرة في التاريخ ان العام 365 يوم وربع، يعني دي لوحه علمت العالم، لوحه حجريه علمت العالم التقويم، متخيلين يعني ان ال 365 يوم وربع اللي احنا ماشيين عليها دي بتقويم اللي بيطلق عليه العالم التقويم الجريجوري او من قبله التقويم اليولياني مع التصحيح والحاجات دي كلها، لا احنا عندنا اول اشاره في نص منحوت على لوحه من الحجر الجيري. هذا النص يقول ويؤكد ويدشن لأول مرة في التاريخ، اسمها لوحة جوب الحسن، لأول مرة في التاريخ يدشن أن العام 365 يوم وربع. فده يدل، فأنا الحقيقة اللوحة دي بحبها قوي، وكنت بكتب عليها كتير وبدي عليها محاضرات كتير، اتكلم فيها الإعلام كتير وكشاف المتحف المصري، بس هي كانت في غرفة من الغرف اللي ممكن السائحين ما يبقوش قريبين منها. عارفين المتحف المصري كبير قوي قوي قوي. نعم. وبيبقى في وقت محدود للسائح، لان في بروجرام، في برنامج كامل، يوم كامل بيصحى بدري جدا جدا وبيعمل كذا زياره، مش زياره واحده، فبالتالي بيبقى عنده في المتحف المصري وقت محدود، فهيشوف ايه ولا يشوف ايه. لكن عند اتصالي بوزاره الاثار، وانا لا اعمل في وزاره الاثار، لكن اقترحت عليهم نقل لوحة توم الحصن المكتشفة في محافظة البحيرة إلى مدخل المتحف. شوف بقى هنا، كان عندي طموح كبير قوي، يعني كان عندي طموح إن إحنا، لأن أنت عشان تحرك قطعة أثرية علشان تبقى في مدخل المتحف، ده لازم يبقى معاك أسباب مهمة جدا تخليك تعمل كده. والحقيقة إن أنا لما تواصلت مع المسؤولين في الوزارة لقيتهم محضرين في السيناريو إن لوحة توم الحصن هتتحرك. فيعني تقابلنا في نفس الإيه؟ في نفس الفكر يعني. وبالفعل الحمد لله تم نقل لوحة توم الحصن، وأنا اعتبرت ده واحد من الأخبار السعيدة في حياتي الحقيقة. والآن عندما تدخل المتحف المصري هتجدها بيضاء
ناصعة البياض 2 متر 22 سنتي على قدامك كده، اول ما تخش مدخل على يمينك سنه، هي دي لوحه توم الحزم. ونتكلم ايضا على تمثال جسر او زوسر صاحب الهرم المدرج الشهير، وقلنا ان هم حطوه في غرفه زجاجيه حلوه جدا، التمثال هام جدا لانه من التماثيل القديمه اللي بترجع لحوالي 3000 الا قبل الميلاد، وحاله شبه ممتازه يعني. تمثال الحقيقه هام جدا لدارتي النحت ودارتي تاريخ النحت وتاريخ هذا الرجل هذا الملك يعني. حطوه بقى في غرفه زجاجيه رصيفه قوي قوي قوي، وجم راحوا حاطين بلاط القيشاني الملون اللي هو اتوجد في سقاره برضه تبع المجموعه بتاعه الملك ده، وبقى في الخلفيه حضرتك تقف في قدام التمثال وخلفيته بلاط من القيشاني الملون الذي يرجع ايضا الى 3000 الا سنه قبل الميلاد. حاجه حته منظر يعني، انا يا راجل اللي بقى لي 40 سنه بقرا تاريخ، المنظر ده يعني مبهر صراحه. نعم. اذا المساحات علشان نختصر القصه بتاعت النهارده، انت سوف تجد مساحات اكثر في المتحف، سوف تجد عينك هتبقى مرتاحه. زمان كنا بنقول ايه؟ المتحف المصري مكتظ بالاثار، وبالتالي كل ما الاثار تبقى جنب بعضيها بشكل جامد ده بيشيل شويه من التمتع بتاعك، انت عايز عينك تبقى مرتاحه. التمثال قدامك يعني، شوفي لما تروح تشوف المتاحف في الخارج وكده تلاقي القطعه حاطينها الجوكاندا ولا الموناليزا دي حاطينها كده ومفيش ولا حاجه حواليها، رغم ان انا عايز اقول لك ان انا بس رسمه واحده من اي رسمه في مقبره في مصر القديمه يعني تخلي الجوكاندا دي تتوارى خجلا يعني. فانا تحياتي الى مسؤولي المتحف المصري بصراحه، تحياتي ان هم يستمعوا الى الاقتراحات بتاعت المواطنين امثالي، وبسرعه برقيه من البرق يعني سرعه جدا. والحقيقه هم دائما وابدا لما ابعت لهم حاجه بجد ردود، لدرجه ان الدكتور مصطفى وزيري وهو طبعا عالم الاثار الشهير بقيت عامل له مسابقه بينه وبين نفسي بيرد عليا في الواتساب في خلال قد ايه؟ يعني مره دقيقتين ومره 60 ثانيه، لدرجه بتاعت مره في العالم بقول له الراجل ده بينام امتى؟ فربنا يبارك لهم الحقيقه شغالين كويس. لسه احنا عايزين المزيد، ايوه عايزين المزيد طبعا كعادتنا. احنا دائما طماعين في ان بلدنا تبقى رقم واحد في العالم في هذا المضمار وكل الاماكن. اخيرا اخر 30 ثانيه هقول ان يا جماعه التقدم والحضاره، اذا اردنا ان نستعيد حضارتنا واذا اردنا ان نستعيد نمره واحد ثاني كحضاره عالميه تصدر الثقافه والحضاره، لا هي بالاماني ولا هي بان انا اقعد اتمنى ولا حتى بان انا اقول انا كنت عظيم، لا انا هاخد من حيث انتهى اجدادي وانطلق الى حيث المركز الاول ان شاء الله. نعم. أنا بشكر حضرتك أستاذ بسام الشماع الباحث في المصريات، كان معنا في زيارة للمتحف المصري والسيناريو الجديد في العرض المتحفي هناك، شكرا لك. شكرا.